وفي أسواق المعادن النفيسة اتجه الذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال 4 أسابيع ليستقر عند 2958 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 844 جنيها، في حين لمس عيار 21 سار وصل اليوم إلى 985 جنيها، وسجل عيار 24 سار وصل اليوم إلى 1126 جنيها. وأخيرا نصل معكم إلى الجنيه الذهب الذي وصل سعره اليوم إلى 7880 جنيها. وفي أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام بعد إقبال التجار على عمليات شراء عقب هجوم صاروخي على منشأة لتوزيع النفط في السعودية، لكن احتمال سحب الولايات المتحدة من احتياطات النفط هدأ مخاوفهم. وارتفع خام برنت بنسبة 41% وسجل سعر وصل اليوم إلى 120 دولارا و65 سنتا للبرميل. أيضا صعد الخام الأمريكي بنسبة 41% ووصل السعر اليوم إلى 113 دولارا و90 سنتا للبرميل.